تعرف انه كتحمل هم ربما وطن جامعة الملاكمة، معسكر كان في كوبا أكثر من ناجح، عندك مسار الحمد لله أكثر من جيد، النهائي يعني راح تكون بطل عالم، يعني نشيد وطني، يعني بوديوم، يعني علم مرفوع، يعني رضا شعبي، رضا رسمي على رأسهم صاحب الجلالة. كيفاش عشت ديك اللحظة؟ أنا في النهاية كانش علي واحد الضغط كبير، يعني كنت عادي مرتاح، يعني الصومبر ديالي كان عاد عندي راه كنت في المحكم، عادي مكنتش داير بالي مع النهاية. يعني عارف راسي ان هادشي راني مترين، يعني في حاله بهذاك الشيء الرابع غادي يكون هو الرابع، الحمد لله يعني مع الدراري والتشجيعات ديالهم وهزوني المورا مزيان، يعني قالت تشرفنا انت هذا انت امل لي هنا ان شاء الله نجيب هاد اللقب هذا اللي عقب في تاريخ رياضه الملاكمه المغربيه. الحمد لله ربي ما خيبناش، وكنشكر جليل اللي كانت تما في قاعه بن عطيه اللي شجعوني بزاف حتى جبنا سبحان في المغرب بحال لاعب في وسط البلد ديالي، والحمد لله ربي ما خيبناش. الحمد لله برقية صاحب الجلالة اللي أشهد فيك من خلالها، والفرحة الشعبية اللي خليت عند أسرتك الصغيرة وأسرتك الكبيرة اللي هي الشعب المغربي ككل، شنو كتعني؟ يعني الفرحة هذه يعني ما كنتش متوقعها يعني، والحمد لله ربي يعني ما خيبناش كش قد يعني كش قد المسؤولية اللي كانت على العاتق ديالي، والحمد لله كنتمنى هذه تكون هي البداية ديال الألقاب العالمية اللي بدا الرابع ان شاء الله غيكون ابطال، يعني في المستوى اللي عندنا دراري، يعني دراري عندهم مستوى كبير على مستوى عالمي، ان شاء الله تما يمثلوا بلادهم احسن، تمشي ويجيبوا شي القاب احسن من اللي جاب الرابع ان شاء الله باذن الله. هي حافز للالعاب الاولمبيه في ريو دي جانيرو، يا سي طبعا مسؤوليه كبيره انك في الالعاب الاولمبيه، وان شاء الله نكون قد المستوى قد المسؤوليه ان شاء الله. الجمهور في المغرب قال لك الرجاء ربحت وربيع ربح، انت رجاوي؟ أنا كنت تفرج في كورة، ما عنديش مع كورة غير من الصغور ديالي اللي الدار كاملين ودادين، غير أنا اللي رجاوي عافا باش تكون تخلق شيتنا في الدار. شكرا.